بل انه قبل ذلك سب ام المؤمنين عائشة بالزنا. رماها بالزنا وهي الناسكة الحصان العفيفة الطاهرة، عائشة اطهر من ماء السحاب، عائشة انصع من الغمامة في سمائها. براها الله من فوق سبع سماوات، من فوق سبع سماوات. ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخره ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم السنتهم وايديهم وارجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون ان الله هو الحق المبين. من هذه؟ اترمي من؟ اترمي من بالزنا؟ اتدري بنت من هي؟ اتدري زوج من هي؟ الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، اولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. هل هناك اطيب من رسول الله؟ هل هناك اطيب من ام المؤمنين بنت ابي بكر؟ عندما قال لها ابو بكر يا عائشة وبينه وبينها هذا الكلام، ان كنت فعلت هذا فاستغفر الله، فقالت له يا ابا بكر وهل انت فعلت ذلك يا ابا بكر؟ قال معاذ الله. قالت له فكيف ترضى لي مثل هذا يا ابتا؟ وبرأها الله من فوق السبع الطباق.